السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف داير الاخوان؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد. لأول مرة كيشوف هذه القناة يخلنا واحد اللايك وكومونتير وبارطاجي مع الاصدقاء باش ديما ان شاء الله نبقاو نفيدكم بجديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون مهم وفي بزاف ديال المعلومات بالنسبة للاخوان اللي ما عارفينش. كنتمنى انكم تتبعوا من الاول حتى الاخر باش ان شاء الله تستافد. غادي نهضر الاخوان على طائر الحسون. شحال هادي ما درت فيديو على الحسون، وعندي بزاف ديال المتشبعين اللي في هاد الصفحه يعني مختصين غير في الحسون وكيتبعوني غير من اجل طائر الحسون. المهم الاخوان غادي نهضروا على طائر الحسون اللي خلوي. اشنو المميزات ديالو؟ شنو هما العيوب ديالو؟ علاش سميناه طائر خلوي؟ يعني بزاف ديال الحوايج غادي تستافدوا فيهم ان شاء الله. خلونا اللايك وتبعوا، ما تخرجوش من الفيديو، حقاش هذا الفيديو موجه لكم نتوما ان شاء الله باش تستافدوا. وخليكم معنا. اول حاجه الاخوان، كيفاش كنعرفوا الطائر الا خلوي؟ طائر الخلوي الاخوان كنعرفوه اول حاجه من الكلام ديالو. الخلوي تقريبا كيكون جايب معاه الحصور من الخلا، حقاش كيكون سامع شي تغاريد اللي من عند والديه. هو اول حاجه كيكون سامع لهم في العش، وثاني حاجه كيسمع بالمحيط اللي داير به، يعني الطويرات اللي كاينين في هذاك المحيط. وهذا الشيء الاخوان اللي غادي نعرفوا بان طائر الحسون اللي كيكون في الخلق ماشي هو طائر اللي كيكون ولد العش. انا كنهضر على الطيور ديال العش، ما كنهضرش على طائر يعني جابوه من الخلا باقي صغير وباقي يقرع وكتعطيه الحفاظه وكيقدر يشد لك كيقدر ما يشدش لك. انا كنهضر لك على طائر يعني زيد في الخلا وطائر زيد في القفص. لحقاش الاخوان كيكون اختلاف اللي كبير بزاف. الطائر اللي في الخلق يكون جايب معاه الكلام اللي سانه في ديك البلاصه اللي تزاد فيها هو، وبالنسبه اللي كيكون ولد العش كيكون انتاج ديال القفص، كيكون جايب الكلام مثلا اللي كنعطيو حنايا اولا الكلام الا كان في بار. مثلا شي طائر كان عندك زوين فيه كلام زوين يقدر فهمتي داك الكلام اللي في هذاك غادي يشدو هو. الطائر اللي في الخلق كيتميز على الطائر اللي كيكون مزيون عندنا في الدار. كتكون عنده اول حاجه المناعه ديالو كتكون مزيانه، ما كيمرضش دغيا. بالنسبه للتغريد كيكون شويه التغريد ديالو ناقص. على انا بالنسبه للحفاظه انا كندوي، ماشي كندوي بالنسبه للجبح، كندوي على الحفاظه. كيكون التغريد ديالو شويه اللي كيكون شويه ناقص، ما كنقولوش حنا في 100% يعني شاد شي كلام اللي واعر. رابع حاجه هو الاخوان كيكون حاجه اللي في الاختلاف ديالو ما بينه وبين العش ود العش، انه كتكون عنده الكسوة تبارك الله اللي في المستوى. كيكونوا تحامر، كيكونوا زوينين غامقين، جني واحد ديالو في الكسوة وداك الشيء اللهم بارك، كتكون لاطاي ديالو زوينه. كيكون قبيح عكس اللي كيكون ود العش. ود العش كيكون عنده المناعه ضعيفه حقاش نتوما عارفين الانتاج ديال القفص، يعني حتى في الخدمه ديالو كتكون شويه ضعيفه عكس ديال الخلا. ديال الخلا كيكون جاي تبارك الله، يعني تبارك الله كي اللي كتجيبو تقريبا من الخلا كتلقاه واجد، غير كتجي كتحطو النتوة كيبيكيها كيخدم معاها اللهم بارك. واحد الحاجة الإخوان عاوتاني بغيت نشير ليها، الطير إلا كنتي كتجيبو مثلا قرع باقي صغير، دابا حنا راه مقبلين إن شاء الله مبقى والو شهر ثلاثة شهر ربعة، غادي يبداو تاني يبانو القرع. قرع إلا كنتي غادي تجيبو وغادي تحطو باش تحفظو وما شادلك لا كلام لا والو، هداك راه بلا ما تسميه قرع أصلا. لحقاش هذاك اصلا جايب الكلام معاه. طير الا كنتي بغيتي تحفظو خاصو يكون ود العش، هذاك هو اللي غادي يشد لك شي حاجه من الحفاظه اللي غادي تعطيه. بالنسبه للناس اللي كيجيبوا القرع من السوق وكيحطوهم باش يحفظو، راه اغلبيتهم ما كيحفظوش، قليل لما كنعممش كلشي ولكن قليل اللي كيشد لك شي حاجه من داكشي اللي عطيتيه نتايا. ما تستغربش الا جبتي طير شريتيه وجبتيه باش تحفظو وما طلعش لك الكلام اللي عاطيه نتايا. هادشي راه كما قلت لك انا راه ود العش هو اللي كيشد لك الكلام، ود الخلا راه جايب معاه داكشي جايبو معاه من عند والديه ومن عند المحيط اللي داير به. هذا هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش من لي لايك وبارطاجيو الاخوان باش ديما ان شاء الله يوصلكم الجديد. سمحوا لي راه مابقاش كنوريكم الطويرات اللي عندي، لحقاش الاخوان ما نكذبش عليكم، دازو شي ظروف لي صعيبه بزاف وانا ما كنبغيش هذاك الشيء نبارطاجيه معكم. ماتوا لي شي طويرات وما كنبغيش نبارطاجي معكم بحال هاد الامور. كيفما كتشوفوني ديما ضاحك غتبقاو ديما ان شاء الله، فهمتي غتبقاو ديما ان شاء الله تشوفوني ضاحك.
بالنسبه لذاك الشيء اللي سلبي ما ما ما, ما نبغيش نبارطاجي مع الاصدقاء ديالي، بالعكس نبغي نبارطاجي معكم داك الشيء اللي كيكون مفرحني وداك الشيء اللي كيفرح الاصدقاء، باش ماشي شي واحد باقي جديد باغي يتولع يسمع هاد الهضره هادي ويدير بالناقص يقول لك لا انا الطيور غنشريهم غادي يموت وليا، شوف هاد السيده شوق عليه شوق عليه. داك الشيء الاخوان كيبقى قدر الله كيتصرف. كنتمنى تكونوا بخير وتهلاو ليا في راسكم، حتى شي فيديو جاي. بيس ليكم.